بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء طلاب الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله النهاردة معانا الجزء الخاص بالأداءات الصفية للصف الرابع الابتدائي الأسبوع السابع، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا choose the correct answer، اختار الإجابة الصح. is bees grow oranges and lemons، من اللي بيزرع البرتقال والليمون؟ طبعا farmers، farmers يعني الفلاح. The species grows، طبعا grows يعني بينمو. The species grows above the soil، بينمو فوق التربة. اللي بينمو فوق التربة اللي هو مين؟ shot، shot يعني البرام. The seed space and it starts to grow roots under the soil. The seed، البذرة نمت، يبقى هي تنمو يعني germinates يعني تنمو. And starts، وبدأت ان هي تنمو بجذور under the soil تحت التربة. Ancient Egyptians or ancient Egyptian used papyrus، استخدموا او قدماءنا المصريين استخدموا ورق البردي papyrus to make paper، استخدموا ورق البردي to make paper لصناعة ورق الورق. Papyrus is a very special plant، طبعا is a very special plant يعني نبات مميز او خاص. My grandparents يعني اجدادي used this space to water the seeds، استخدموا عشان يروا البذور، طبعا rain water يعني مياه المطر. Farmers work in this bees habitat، طبعا الفلاحين بيعملوا في البيئة الزراعية agriculture habitat. The roots grow by the soil، the roots grow، البذور under يعني أسفل التربة. Under the soil we need space to grow a new plant، محتاجين عشان نزرع نبات جديد. We need seeds، بنحتاج البذور لزراعة النباتات. Plants that live in this bees habitat don't need a lot of water، النباتات اللي بتعيش فيه لا تحتاج إلى الكثير من المياه، طبعا in the desert في الصحراء. ده بالنسبة للأداءات الصفية. تعالوا مع بعض نتعرف على الواجبات. بالنسبة أيضا للواجبات معانا choose the correct answer، هنختار الإجابة الصح. I space the plants every day and they grow flowers. I طبعا هنا بيروي النباتات اسمها I water. I water the plants. I water the plants and they grow. The plant has green space. The plant النبات has green leaves يعني له أوراق خضراء. We space a seed and it grows. We plant a seed، بنزرع البذرة والبذرة بتنمو. The root grow under the، الجذور، the roots، الجذور بتنمو تحت التربة، يبقى أسفل إيه؟ the soil، under the soil. Our plants are growing، النباتات بتنمو إيه؟ طبعا هنا are growing tomato. Our plants are growing our plants are growing tomato. our plants نباتاتنا بتنمو إلى طماطم ولا بلكوني بلكونة ولا are growing soil. are growing بتنمو soil ولا house منزل. طبعا هنا جملة طبعا نقصع منها حرف جر are growing بتزرع in soil، المفروض نقول our plants are growing in soil، أنا بتزرع أو بتنمو في التربة، يبقى هنا are growing in soil يعني في تربة. The sunflower dies and drops its ورق عباد الشمس بيموت and drops its وبينمو ببذوره seeds. Plants near rivers and lakes need a lot of water، طبعا النباتات اللي بتنمو بجنب البحار الأنهار والبحيرات بتحتاج إلى الكثير من المياه. Camels are good animals for the الجمال حيوانات جيدة للصحراء for deserts الصحاري. Is bees grow food for us، من اللي بيزرعونا الطعام؟ طبعا farmers اللي هم الفلاحين. farmers grow food for us. Is bees are the colorful flowers. colorful flowers يعني زهور ملونة، طبعا هنا roses، roses اللي هي الزهور. بالنسبة للتقييمات الأسبوعية معانا، التقييم الأول معنا أو المجموع موديل A، النموذج A معنا أو نموذج 1. Complete the following sentences، اكمل الجمل التالية with the correct word، بكلمة من fuel، farm، water، مياه، feed،
يعني أقدام، desert يعني صحراء، air يعني هواء. Number one معانا camels are beautiful strong animals، الجمال حيوانات جميلة وقوية. They help us to carry things، بتساعدنا في حمل الأشياء. And the people to cross the desert، ليه يعبروا الديزرت اللي هي الصحراء، يبقى كلمة desert يعني صحراء. We use their space، بنستخدم it to make clothes، لصناعة الملابس. طبعا هنا فيور، فيور اللي هو الفرم، فرم الجمال. Camels are camels have large flat feet، feet يعني أقدام. So they can walk on the land، they can live without space for long time، بيعيشوا بدون مياه، طبعا هنا water، for a long time. agricultural يعني زراعي، rivers انهار، water مياه، food طعام، desert صحراء. plants النباتات can live in many habitats، بتعيش في الكثير من البيئات. some plants don't need a lot of water، بعضها لا يحتاج الى الكثير من المياه. so they live in the air، عشان كده بتعيش في in the desert، بتعيش في الصحراء. We can also find plants near، بنجد نباتات near rivers، بالقرب من rivers اللي هي انهار، يبقى rivers. And lakes، these plants need a lot of، بتحتاج إلى الكثير من الwater اللي بتنمو بجانب البحار أو الأنهار والبحيرات، بتحتاج إلى الكثير من المياه. There are plants in the space habitat where farmers were، طبعا agriculture habitat يعني البيئة الزراعية اللي بيعمل فيها مين، اللي هما الفلاحين، يبقى هنا agricultural habitat يعني البيئة الزراعية. ومن هنا وصلنا لنهاية التقييم موديل 2، وتعالوا مع بعض نتعرف على موديل 3. I then complete the following sentences with the correct form، اكمل بي الفورم. paper ورق، warm دافئ، river نهر، famous مشهور sandals. papyrus was a very special plant in ancient Egypt، ورق الورد ده نبات مميز في مصر القديمة. its space، طبعا هنا its famous because ancient، its famous يعني هو مشهور، يبقى كلمة famous يعني مشهور. because ancient Egyptians، لأن قدماءنا المصريين use papyrus، كانوا بيستخدموا ورق البردي. to make لصناعة ايه، طبعا to make paper لصناعة الورق. they also made space and baskets، أيضا صنعوا sandals اللي هو sandals and baskets from papyrus. papyrus needs a lot of water and space weather and warm weather، والطقس دافئ. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالتقييمات، وانتظرونا مع حلقات أخرى من حلقات التقييمات الأسبوعية. Thanks and goodbye.